رحت عشان أعطوني الشنطة وأعطوني دفاتر وإشي يعني بقى عندي قديم صار عندي إشي جديد وهذا جزء كبير إنه تبرعوا لي وجزاهم طبعا عند الله لأنه متبرع أول إشي إنه العلم ثاني إشي لحد يتيم أول إشي أنا ذكرت لما شفت الشنطة المطرة إنه صار عندي موقف إنه بنت صفي إجت صارت تحكي لي أنا بقت معي مطرة عادية فهي معها مطرة يعني جديدة فصارت تحكي لي إنه إمها نزلت على السوق شرت لي هسه بحكي لها أوكي لما فتحت الشنطة وشفت إنه المطرة فصار عندي شعور إني صرت زيها وعندها مطرة وأنا عندي مطرة الصف الثاني انه نعرفها نكون عارفينها قبل ما يعطينا اياها. اختكم في الله زينب ابو الريش المعلم الاول المشرفه المسؤوله على مشروع التعليم الاستدراكي مع الاخوه في هيئه الاغاثه الاسلاميه عبر العالم. المشروع تم في مركزنا هون في مركز ايتام مخيم البقعه. المشروع كان عباره عن دروس تقويه ومعالجه للطلاب الضعاف دراسيا في المدرسه والمتسربين. كانت عبارة عن دروس في مادة العربي والإنجليزي والرياضيات. الفئة المستهدفة في هذا المشروع كانت فئة الأيتام فقط، الأيتام من الطلاب الفقراء السوريين والأردنيين والفلسطينيين. كان العدد 150 طالب وطالبة من الصف الثاني الابتدائي ولغاية الصف الأول ثانوي في المدرسة الأكاديمية. حقق المشروع تحسن واضح في علامات الطلاب من خلال إحضارهم لشهاداتهم المدرسية وأيضا بعد الجلوس مع الأمهات وسماع آرائهم عن المشروع حيث أن الأمهات طلبت إعادة هذا المشروع على مدار العام لا ينقطع نهائيا لما حقق الطلاب من تحسن واضح والاستفادة منهم وخصوصا الطلاب المتسربين من المدرسة حيصار عندهم قابلية هم يرجعوا على المدرسة وحسنوا من مستواهم الدراسي. متقدم بالشكر الجزيل للإخوة في هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم جزاهم الله خير على هاي المشروع متقدم فعلا بالشكر الجزيل لهم نتمنى أنه هذا المشروع ينعاد على مدار العام وأنه في المستقبل يكون في استمرارية له لأنه فعلا كان في نتائج واضحة من قبلنا ومن قبل الأمهات على الطلاب شكرا للإغاثة الإسلامية